وجعفرهم. جعفرنا لا يعتمد ولا يعتقد لبس السواد، بينما جعفرهم يرى لبس السواد ويرى أنه من الدين. ماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول: لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون. وهذا في وسائل الشيعة الجزء الرابع صفحة 3800. وسئل: أصلي في قلنسوة سوداء؟ قال: لا تصلي فيها فإنها لباس أهل النار. وهذا في الكافي الجزء الثالث صفحة 3400. انظروا إلى علمائكم ماذا يلبسون، إلى من يدعون النسبة إلى جعفر ماذا يلبسون؟ كلها العمائم السوداء والملابس السوداء، سواد في سواد، بينما لباس النبي صلوات الله وسلامه البياض صلى الله عليه وآله وسلم. كان يلبس البياض ويأمر بلبس البياض صلوات الله وسلامه عليه. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه ويجله ويوقره، بينما جعفرهم ليس كذلك. أتدرون ماذا يقول؟ يدعي جعفرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما ولد النبي صلوات الله عليه وسلم، يقول جعفر: لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 48 و400. تصوروا أبو طالب يرضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كلام سخيف. قولوه لعقلاء الناس، هل يقبلون مثل هذا؟ أين عقولكم؟ أين يذهب بكم؟ بل روى صاحب البحار في الجزء الرابع والثلاثين صفحة 78 أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان لا ينام حتى يضع وجهه بين ثديي فاطمة. قبح الله من روى هذه الرواية. النبي يضع وجهه بين ثديي فاطمة، امرأة أم أولاد، يأتي الرسول ويضع وجهه بين ثدييها؟ هل تقبلون هذا؟ هل تفعلون هذا؟ كيف تقبلونه بالله عليكم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا رجل صادق صالح وأولاده كذلك، ذرية بعضها من بعض، بينما جعفرهم يتهم ولده إسماعيل بأنه عاص لا يشبهه. وهذا في كمال الدين صفحة 70 وفي البحار الجزء 47 صفحة 47 و200. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا يرى أن القرآن حجة على المسلمين بذاته، بينما جعفرهم القرآن ليس حجة بذاته على المسلمين ما لم يكن إمام مفترض الطاعة. وهذا في علل الشرائع للصدوق الجزء الأول صفحة 92 و100. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا يرى أن نقلة القرآن عدول، ثقات مصدقون فيما يقول، بينما جعفرهم يرى أن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه ارتدوا إلا ثلاثة: كفرة، فسقة، فجار، والعياذ بالله. جعفرنا يحب أصهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما جعفرهم لا يحب أصهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تأكلوا
يعني مصر، سئل عن مصر فقال لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، قال أي سأل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يذهب الغيرة ويورث الدياثة. هذا طين مصر، وهذا في الكافي الجزء السادس صفحة 91 و300، وهذه صححها الشيخ محمد آصف محسني. وكذلك جاء عنه أنه قال إن نيل مصر أو إن ماء نيل مصر يميت القلوب، وهذا في الكافي الجزء السادس صفحة 96 و300. جعفرنا هو جعفرهم جعفرنا ليس عنصريا يعادي الشعوب، بينما جعفرهم يعادي الشعوب عنصري. قال إن الأكراد حي من الجن، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 60 و100. وقال إن الهند والسند والقند ليس فيهم نجيب، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 54 و300. وقال كذلك إن شديد السواد لا يدخل الجنة، وهذا في الخصال صفحة 36 و400. بعد هذا كله أي جعفر تريدون؟ أي جعفر تتبعون؟ أيهما جعفر الصادق؟ أيهما الذي يجب عليك أن تحبه وأن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبه؟ هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.